السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ كويسين. انا النهارده بقى هعمل ايه؟ حلبة بالعسل، اللي هي بيقولوا حلبة معقودة. بص حبايبي، حطيت ايه، يعني يعتبر كوباية الا ربع، كوباية الا ربع ايه، زيت، عليهم معلقتين من دقيق. حلو. انا بقى ايه ده، سوداني اهو، حط كده يتحمر مع ايه، مع الدقيق كده. ونحط ايه ده، بالسمسم، ونحمرهم كده ايه مع بعضيهم لغاية ما نشم ريحة الدقيق خالص. بعد ما نشم ريحة الدقيق بقى نسيبهم كده يتحمصوا مع بعضيهم كده. الحلبة اللي بيقولوا حلبة معقودة، اللي هي اصلا بتتعمل بس في الشتاء، بس لما في الحر لأ، في الصيف لأ، بتتعمل بالزيت، ما بتتعملش بالسمنة، تبقى طعمها جميل للعيال كده والاولاد، ويحطوا سندوتشات، والكبار كمان ما فيش حاجة تحلي بيها، فبتعمل سندوتش. لغاية بس ما ايه، السمسم مع السمسم السوداني والدقيق يتحمصوا. انا هعمل كيلو دقيق بس، مش هعمل كيلو، معلش، كيلو عسل بس، مش هعمل كتير يعني. كل ما بتخلص بعمل طازة بطازة احسن، بتبقى اطعم. نقلها على عندي عشان ايه، نصرف عن الحل. بص حبايبي، بص بس ده، بس يتحمص حب عشان كمان السوداني ايه يتحمص. يعني 5 دقايق كده. هي اول ما الريحه كده، الريحه بتقل كده، الريحه بتبقى حلوه.
بس بتبقى حلوه ازاي. الدقيق مع الزيت مع السمسم اهو. بقى الزيت اهو. بعد ما حمرنا بقى السمسم وحمرنا السوداني مع الدقيق مع نص كوبايه الزيت ونزلنا بقى عليهم بالايه بالعسل. اول بقى ما نشم الريحه ننزله الحلبه وحاطه مع الحلبه مغوط معلقه مغوط. اول بس ما تغلي كده ننزله بقى ايه الحلبه. معلش انا مش عارفه اصور عشان ماسكه التليفون ايه بايدي وبعمل بالايد التانية. بس حبيبي هي غلط اهي هي غلط. بص بصوا ننزل بقى عليها الايه دول حلبه ومغوط على بعضيهم ونقلب. نقلب لغايه ما تختفي بقى ايه الحلبه دي خالص خالص. قلت انها تختفي. بس حبايبي اهي دي بقى الشكل النهائي بتاعها بعد بقى ما حطيت المغوط وانت بس تقلي الزيت. بس تقلي الزيت اهي بس تقلي الزيت اهي. دي بقى سيبها لغايه ما تبرد خالص بعد كده عبيها ايه يا في برطمان يا في علبه براحتكم. بس تسيبيها بقى لغايه ما هي تبرد خالص خالص خالص. انا هطفي عليها اهو. بس سهله خالص وكده كده الولاد بتحبها. بس نسيتكو انا حطيت نص ليمونه نص ليمونه عشان ما تسكرش ولا حاجه. ده لو غابت عندكم مش هيطلع لها حاجه. ما تنسوش حبايبي في اللايك والشير. تشكر قوي. يلا باي باي مع السلامه.